بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للمشكلة هي مشكلة عادية، معناها تنجم تصير في أي كل يوم، كل يوم نشوفها بارتو في تونس. معناها واحد يجي سكران في قهوة يعمل مشكلة، عركة عادية تصير. معناها يجي السيد هذا كل يوم يعمل مشكلة للقهواجي. الجور اللي صارت فيه الواقع، مشي بابا في الصباح للمركز قدم بيه شكوى، قال لهم السيد هذا يا أخويا نبه عليه ما عادش يجيني. وحضر السيد وصحح المحضر موجود، معناها صحح، قال لهم داكور ما عادش يجي. العشية يرجع سكران ويجي للقهوة وسبان وكفر وتكسير واحد. بابا اش عمل وقتها؟ معناها كان ينجم نضربوه نعملوا له حاجة. احنا لا، مشينا للشرطة كالعادة، مشينا المنطقة هنا بعيدة 100 متر. اي مشي قال له احنا توا بيرمانونس وما نجموش نجيو معك، كلم حي الرياض وإلا اطلب 197. يطلب في 197 بابا تقريبا 15 فوا 16 فوا، ما يجاوبوش. ولا هو مش نجيو، هو مش نجيو، هو مش نجيو. باه اونتر تون السيد بيان سور اخواته سمعوا واحد، وبما انهم عندهم علاقه مع الحاج، احنا توا حبينا الحكايه تولي ميدياتيزي على الكومبورتمون تاع الحاكم اونفير العباد. معناها الحاكم متواطئ مع مجموعه من لي فويو وقاعد معناها يتصرف مع اون ديريكت. يقولوا الحاكم متواطئ بناء على شنو؟ نجم نقولوا انه الحاكم متواطئ مع العناصر هذوما، عناصر عايشين ضد القانون، معناها ليزاكتيفيتي نتاعهم ضد القانون. الله اعلم شنو هي، يعني مانيش مش نحكم عليهم، اما الناس الكل متاكده اللي هما معناها عندهم اصحاب سوابق وحياتهم كلها اور لا لوا، معناها دي ترافيكون في نيمبورتو ما نعرفش حاصلوا، معناها عندهم علاقه بالامن. يكلم خو ديريكت الاعوان في السياره، معناها يكلموا على بورتابلي، خاطر احنا نطلبوا في 197 معناها في الستاندار، وهو يكلم اون ديريكت على بورتابلي. يجي ديريكت تمشي سياره الامن تجيب ام السيد هذا وتهبطوا تهبطها 100 متر من القهوه، ومعناها وتفاهموا معها باش تعمل فيلم. هبطت المراه جات بدات تتكسر في الطواول وفي الواحد، ويستنى في شكون يمسها باش معناها. ولا احنا كنا شاكين ايش اخويا هذا، ولا هم عاملين كومبلو، عاملين فيلم وسيناريو مع الامن. جابوا امه هبطتها السياره والناس كل شاهده وشافوها وقتاش هبطتها، وبعدش عملوا دوره في الرامبو ورجعوا. وقت اللي مشي بابا معناها كيف وقفوا الكراب، مشي بابا مش يكلمهم واحد. وقتها بدات معناها ديريكت البوليسيه هبطوا يضربوا فيه، وخوه يقول لهم هذاك فلان وهذاك فلان، وهز هذاك وما تهزش هذاك. خو السيد هذا الكلوشار علاش قلت لك اني متواطئ وواضحه العمليه. تدخل الامن بالضبط كيفاه صار وكيفاش كان؟ هو تو بالنسبه للمشكله ولا الولد حاجه عاديه وديما تصير في اي بلاصه وفي اي قهوه وديما تصير. واحد صار مشكله هو قهواجي يرجع له أنسي تسويت، صار فوضى لهنا. صاحب المحل طلب الأمن. احنا عنا منطقة قريبة عن منطقة زاوية سوسة، عنا منطقة فيها ما تبعدش أكثر من 150 متر. دوك مشى لهم هو الغادي، قالوا له بيرمانونس احنا نخدموا وما نطلبوا لكش. قال لهم اطلبوا لي انتوما خاطر عندي مشكلة في قهوتي، ما نجمش نبعد، اطلبوا لي انتوما. قالوا له لا أنت تطلب، فما مركز بيرمانونس في الليل نجم هو يخرج. هذا الكل باقي ما يعنيش، حكاية فارغة. ش تصرفوا هما كيفاش جابوا هما الحاكم هذيك حاجة أخرى باقي ما تهمش. اللي يهمني لهنا تصرف متاع رجل الأمن، يعني اللي هو نورمال ما يخلص باش يحمي المواطنين. يعني واحد من الناس نسأل سؤال، شنو هو ذنبي؟ دخلت القهوة باش نعمل قهوة، يجي رجل الأمن سمعني الكلام، ما نقولش حاجة أخرى، شقول تو بديت شقول سمعني الكلام. لا يخلط هو المنطقة، ومنطقة صغيرة توا زاوية سوسة، مدينة زاوية سوسة صغيرة، الناس الكل تعرف بعضها. دونك يخلط رجل الأمن يهبط من الكهرباء اعتبار مش عارف يعني في مطاردة نتاع إرهاب ولا شو، هبط ديريكت ناس بالعصي، ناس باللي بومبا غاز. واللي أدهى من هذا كل كي جبدوا دو بيستولي، فما زوز عوان جبدوا بيستوليات في وجوه المواطنين، ودخلوا ديريكت سبون كأهالي زاوية سوسة نفعلوا لكم ونتركوا لكم، وسبوا الناس الكل لهنا. فما اللي موجود معها عمه، فما اللي اخوه، فما اللي جيران، فما ناس بالقدر. تو الحاجة اللي هو تو يجي بعده ويحكي بالقدر انه ايه
وسمعنا الكلام بلاد كامل، اش نفعلوا لكم ونتركوا لكم في بلادكم، اش مش توليونا؟ علاش ذا الكل؟ دي مشكله بسيطه، يدخل رجل الامن يعمل لك كبايل هنا، خرج له مول القهوه، اني ناديتكم يا ودي قال واني مول القهوه، سبوا هو وسب قهوته، وراجل في 60 سنه، رجل الامن يشده من تالي ويضرب فيه بالراس وبالبونيه وبسقيه، وزاد جبد البيستولي حطته له، هو بيستولي حسب ما حكى، وبعد بيستولي اغاز. لكن انت كي تحطوا المواطن لهنا والناس تشوف فيك شنو معناه؟ بالنسبه لينا بيستوليه مش حاجه اخرى، يعني كرتوش. حتى الناس كي قامت، خاطر الطريقه اللي ضرب بها مش نورمال، راجل في 60 سنه تضرب هكاك، اللي قاموا مواطنين حتى باش يحكيوا معاه، السيد الثاني الامن يجبد البيستولي ويقبله لهم، وخر الناس الكل، سبان سبان جلاله، سبان مواطنين، الفاظ سوقيه ما زي ما نجمش حتى نحكيها، عمري 35 سنه ما نجمش نحكيها. هذا يشرينا من رجل الامن، صدقوني نساء وجيران وفما ناس تسكن فوق تتعايط، والله لا رقدتها ليلتها، وناس مفجوعه وليدات صغار تبكي، اعتبار حتى قتل ولا ما عمري ما ريت شيء هذايا. تفرجوا في الصاير في سوريا وفي غيره، قلنا ما ممكن احنا عايشين غادي وماناش فايقين، هذا يا رجل الامن في تونس اش يعمل؟ عاد الاعتداء على صاحب القهوه اللي كنت تحكين عليه، فماشي اعتداءات اخرين كنت انت حاضر عليها، معناتها فيما يتعلق بدخولهم للقهوه على اثر معناتها ضربوا الناس الكل، اني ساقني مضروبه لولا معناها جيراني ولا هما هازيني اصلا يدزوا فيها ويبعدوا في الناس، خايفين لا يطيح علي عبد، حاله فزع عمري ما ريتها، يعني صارت للناس الكل اللي موجودين لهنا. كيفاش الحكايه؟ سبحان الله، هذا رجل الامن، احتراماتي رجال الامن، خاطر بون الواحد يحكي من منطلق شنو؟ منطلق الشيء اللي راه واللي شافه. دونك لهنا انا كشخص كمواطن تونسي ما عنديش ثقه في رجال الامن. الشيء هو اللي لفت انتباهي يعني واحد من الناس هو التدخل نتاع الامن. في الحقيقه التدخل هذا كنا معناه قبل نعرفوه في يعني قبل الثوره. ولكن بعد الثوره حبينا باش مش تكون مغاير تماما، مش يولي نقولوا معناها الامن كانه الامن نتاع سويسرا، نحبوه يكون هكاك، ولكن مع الاسف كان اكثر حتى من قبل في التدخل اللي ريت واني معناها وحضرت عليه هنا، فاش يتمثل؟ هو انه عون الامن عندنا احنا الواحد معناها وقت اللي مش يراه مش يضمن له، يعني هاو جي احنا بداو نادي الامن هاو جي، هاو جي معناها باش مش يحكمي المواطن هذا. هذا وقت اللي شكي معناها من الجماعه هذوما فهمني، اللي واحد سكران واحد كذا عملوا له مشاكل، مش يجي الامن باش يحميه، واذا به هو بالعكس يجي يحمي في المجرم اللي عمل المشاكل هني، هو اللي يجي يحمي فيه الامن. جاوا معناها يجي ثلاثه كراهب جاوا لحمايه هل اللي عملوا المشكله، ودخلوا على مول القهوه معناها فهمني مفروضه في ديهم، واحد يخبط فيه بالباك الكروس ويدز فيه للكرهبه، واحد معناها يسب، واحد يعني واحد من الناس، وخاصة المرأة اللي جابوها هذه أمها الولد هذايا تكسر قدامي في الكيسان وفاك الشيش والكرسي تهز وتضرب، والله بالعمل نخزر يعني الشرطة وين هي هذه، مشيت له يعني العون نكلم يا خويا يا تي تو تخزر المرأة، قلت له خويا تي برا لها يا هذيك ربي الأخر أنت منحها، والله إلا مشى لها ينادي فيه في ولدها باسمه زاد ينادي فيه يعني هاول تو ما نعرفوش ينادي فيه باسمه، يجا هز أمك يقول له يجا بعد أمك، خي أنت ما لاش جيت ابدا مول القهوه هزيتوه وتخبطوا فيه ودخلتوه للكرهبه، هو وولده وشكون يامر فيهم زاد؟ وكانه رئيس المنطقه معاهم، هو السيد المجرم هو اللي يامر فيهم، هز هكا هز هكا يقول له هز هكا، والله معناها شيء مش معقول بكل امن يعملك. يعني واحد من الناس نقول نداء للسيد معناها وزير الداخليه بالله يقول له الاعوان الامن وقت اللي تطلبوهم وتدخلوهم، خاصه في الوظيفه العموميه هذوما، كل انسان في الوظيفه العموميه تطلبوا عليه حسن السيره، هل انه هذوما يدخلوا بالحق بحسن السير ولا ما عندهمش هالناس هذوما؟ والله معناها شيء اسف اذا كان الامن اللي الانسان مش يضمن له مش معناها يفرح به كيف مش يجي مش يحميه، هي عنده هذا سيره؟ هذا ما عندوش سيره، ما عندوش حسن سيره بكل، ماذا بينا يراجعوا شويه معناها كيف مش يجيوا يوظفوهم ويدخلوهم الاعوان الامن هذوما، يكونوا عندهم حسن سيره بالحق ويكونوا بالحق امن للمواطن، هذا اللي نحبوه في هالعهد هذايا احنا توا، مش نرجعوا للتاريخ القديم اللي يعلم الله كيف نقول.